الآن للنقاط المكتسبة من قبل عناصر. يتقدم عناصر من الفرقة التاسعة بالجيش العراقي في مواقع بقضاء سنجار شمالي العراق كانت قبل وقت قصير حواجز ومقر لتنظيم PKK الإرهابي. هذا التقدم يأتي في ظل اشتباكات تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة اندلعت بعد ساعات من إعلان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي سقوط 6 صواريخ قرب نهر بادينان في حدود قضاء خبات مستهدفة مصفاة للنفط في أربيل. يقول السكرتير العام للحزب الأزيدي الديمقراطي إن الجيش العراقي مصمم هذه المرة على إبعاد التنظيم الإرهابي عن حدود سنجار، مؤكداً أن عناصره الإرهابية بادرت إلى مهاجمة القوات العراقية، فيما تمكن الجيش من إخراج إرهابي PKK من مخيم دوغيرا بمنطقة سينون، بينما تستمر المعارك في أجزاء أخرى من المنطقة المذكورة. اشتباكات ليست الأولى من نوعها، فسنجار تشهد من حين لآخر معارك متفرقة بين القوات العراقية وPKK الإرهابي، حيث تحاول حكومة إقليم شمال العراق والحكومة المركزية في بغداد بسط الأمن في القضاء بموجب اتفاق وقع عام 2020 يقضي بإخراج الجماعات غير القانونية من القضاء وإنهاء وجود تنظيم PKK الإرهابي فيه، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بمواقع له حتى الآن في القضاء خلافاً لبنود الاتفاق بين بغداد وأربيل.